السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير وأطيب التحية لكل أعضاء الجروب المحترمين من سيدات ورجال، وحييهم أطيب تحية من مملكة البحرين. قبل ما أتكلم عن يعني المرض أو فيروس كورونا، خلوني أتكلم عن يعني نبذة بسيطة عن ما عن البحرين، تعرفكم بمملكة البحرين. يعود تاريخ البحرين إلى أكثر من 5000 سنة. كانت مركز لحضارة قديمة اسمها حضارة دلمون، وكانت مسيطرة على الخطوط التجارية بين الحضارة السومرية وحضارة وادي الإندوز أو بلاد السند. عرفت قبل الإسلام بأوال، نسبة إلى صنم على شكل رأس ثور كان يعبده أقوام من بني بكر بن وائل وتميم. ودخلت البحرين الإسلام في العام 7 الهجري في حياة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في العصر الحديث كانت البحرين من أوائل الدول بمنطقة الخليج اللي دخلها التعليم النظامي عام 1919 على إيد بعثة تعليمية أرسلتها الحكومة المصرية آنذاك إلى البحرين. تتميز البحرين بطيبة أهلها، حبهم لمصر، وتتمتع الجالية المصرية باحترام وتقدير الشعب البحريني والقيادة السياسية في البحرين. مساحة البحرين حوالي 760 كيلو متر مربع، مقسمة إداريا إلى 5 محافظات هي المحرق، العاصمة، الشمالية، الوسطى، والجنوبية. والآن نتكلم عن استعدادات البحرين ومكافحتها لفيروس كورونا. طبعا يجب أن احنا نعرف أن الإنسان هو الأساس في مكافحة هذا الوباء، والتزامه بالشروط الصحية والإرشادات الصحية. الحقيقة المواطنين والمقيمين في البحرين ملتزمون جدا بمسافات التباعد وارتداء الكمامات واتباع الإرشادات الصحية. أيضا جميع السلع والأغذية متوفرة، والمخزون الغذائي بالمملكة متوفر، وحكومة البحرين بتعتبر أن حماية الدواء والغذاء هم يعني لهما كل الأولوية دائما. ويعني بـ 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 بالالتزام بتاع المواطنين والمقيمين بالبحرين، استطاعت البحرين أن هي يعني تخفف من القيود. ما فيش طبعا موجود في البحرين عملية الحظر أو قفل المولات والمحلات والحاجات دي، لا، الناس بتنزل عادي جدا بتشتري حاجتها، ولكن الحظر بس فقط على المطاعم والكوفي شوب، المقاهي يعني، إن محدش يعني يقعد فيها. ولكن إذا كنت عايز أكل أو حاجة أنت بتاخده وبتطلبه وبتاخده وبتمشي، ما فيش حد بيقعد يأكل في مطاعم أو بيقعد على كوفي شوب. أيضا عملية الاجتماعات والأعداد الكبيرة ديت ممنوعة. الناس ملتزمة لوحدها يعني، وعندهم الحس الوطني اللي بيتمتع به المجتمع البحريني حس عالي. كما أن الحكومة أيضا أنشأت تطبيق على الإنترنت يمكن ان انت تحمله على الموبايل لمتابعة الحالات والاخبار اولا باول، وايضا بفتح الجي بي اس بتاع الموبايل يمكن الاستدلال على مكان حالات العزل اللي موجودة بالمنازل، ويعني مدى تطبيقها للتعليمات بعدم النزول الى الشارع او الاختلاط بالناس. لو بصينا للإحصائيات اللي هي بتاعت النهاردة عن فيروس كورونا،
هنلاقي حالات العزل بالمنزل حوالي 5981 حالة. في الإصابات 21,331 مصاب، المتعافي 15,790، الوفيات 60، العناية المركزة 33 حالة. لو بصينا لهذه الإحصائيات هنلاقي إن يعني استطاعت حكومة مملكة البحرين السيطرة على الفيروس، ويعني الحالات اللي فيها تعتبر بالمقارنة حالات بسيطة جدا. ونتمنى للجميع ولكل البلاد ولكل العباد والأوطان إن هي تتعافى، اللي عندها أي حالات من الحالات الحرجة أو بتاع تتعافى وتقضي على هذا الفيروس وتعود بلاد العالم إلى سابق عهدها، والناس تخرج وتفرح وتبقى مبسوطة. مع أطيب التمنيات لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على حسن استماعكم، ونلتقي دائما على الخير. مهندس سيد أحمد مسعود، مملكة البحرين.